خير واهلا وسهلا بكم مجددا في حلقه جديده من برنامجكم الاقتصادي والاجتماعي المؤشر. مش عارف ليش بحكي بسرعه. على اي حال موضوع مكملين بموضوع الطاقه، وعندي اعضاء اللجنه الوطنيه رئيسا وامين للسر اللجنه الوطنيه للطاقه. بس قبل ما ندخل في صلب الموضوع عندي ملاحظه. انا بتمنى على الحكومه ان تضبط ايقاع لجان الرقابه والتفتيش. عندنا اليوم 12 لجنة رجعت تشتغل وشغالة ليل نهار بهالمؤسسات. أول قرار إلها إغلاق. في بلد في الدنيا بتغلق مؤسساتها في القطاع الخاص ليش؟ يعني مهما كانت المخالفة في غرامات، مع أنه يعني الغرامات هدفها ليس الوقاية إنما الجباية كما يبدو، لكن وحده الأجهزة المعنية. وبعدين يعني خلوا القطاع الخاص يتنفس شوي، سنة ونص من المعاناة، خليه يتنفس مشان يحقق عائدات ويدفع ضرائب، خليه يتنفس. يعني بتمنى على الحكومة أن تضبط إيقاع هذه اللجان اللي بدأت فعلا تتعسف في استخدام السلطة، وكأنه يعني قانون الدفاع هبط عليها هدية من السماء ويلا ضا ضا ضا. لا يعني أرجو أن يتم يعني النظر بجدية لهذا الموضوع الذي بات يزعج الناس، يزعج المواطنين، يزعج المؤسسات. يعني المخالفات على يعني على أتفه الأسباب. على يتحال بدنا نرجع لموضوعنا. أنا بوجه تحية لزميلي وصديقي دكتور هاني البدري. سألني سؤال لما وزارة الطاقة عملت استفتاء، إذا بتتذكروا ضيوف الكرام، على موسيقى درامية تبعت سيارات الغاز، إنه مع أو ضد. فقال لي شو رأيك؟ فعلى الهواء طبعا قلت له كان الأولى أن تتجه وزارة الطاقة إلى إيصال الغاز إلى المنازل عبر الأنابيب، مش تعمل استفتاء على موسيقى بيتهوفن ولا إيش مستعملوها، مش عارف، تبعت سيارة الغاز.